الطفولة كانت هناك لعبة قوية اكتسحت من قبل أشياء جميلة، ولكن بعد مرور الزمن تغير الواقع وتحطمت جميع هذه الألعاب وأصبحت في غداد النسيان، مما أدى هذا إلى وقفة أمل كبيرة. ولكن بعد مرور هذه السنوات لا تزال هذه الألعاب تحافظ على سمعتها وقوتها وجدارتها في أنها أقوى الألعاب الإلكترونية والتي سجلها التاريخ وصنعت علامة جميلة للغاية في مجال الألعاب. ولكن سنقدم إليكم الآن صراغا قويا من جديد، ولكنه يبدأ من أرض واسعة تحتوي على المباني إلى شيء آخر، سفر جديد ولعب جديدة تقدمها شركة قديمة تدعى بشركة القتال وحروب الغراش. والآن سوف نسافر من أرض القتال حتى أرض جديدة تدعى بأرض مملكة كلاش رويال التي كانت تحافظ على قوة الألعاب منذ سنتين. تحطمت بسبب وجود ألعاب أخرى، ولكن لا عليكم، بوفرتها لا شيء سوف يكون بخير. دعوكم مع المقطع. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Second things second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Take a number, I was lightning before the thunder. السلام عليكم، شلونكم؟ شباب ان شاء الله يا رب الكل بخير، حبايب قلبي. رجعنا لكم بحلقه اسطوريه هاي مره يا شباب. اللعبه انا جيت اقدم هذا التقديم الاوفر مال ايام قبل. يا اخي نبلش بالفيديو اوريدي. اليوم شباب الفيديو هذا راح يكون هو عن لعبه تاريخيه، لعبه احتلت كل مواقع الالعاب والسوشيال ميديا بالالعاب. قبل احتلت الساحه اللي هي لعبه كلاش اوف كلانس. اخر مقطع نزلته بقناتي عن هاي اللعبه الورعه قبل سنتين، ما ادري ما اتذكر شباب، يا اما سنه او يا اما سنتين، بس اتذكر قبل سنتين. لا انت شباب العب كلاش رويال اكثر من لعبه كلاش اوف كلانس. فاوكي يا شباب، اليوم راح اراويكم اهم الاشياء اللي مضيوف. شو ما مضيوف والله نفس الشيء، والله يا شباب نفس الشيء، كل شيء ما مضيوف. ها القريه الليليه مع شنو، كل شيء ما مضيوف يا اخي. بس الاضافه الوحيده سوى نقدر نغير اللي الأرض مالتنا، وهذا الشيء أسطوري. وحطوا لنا هذا اللون أصفر، ما أدري ليش. إن شاء الله يا شباب بالشتاء راح ينقلب لون أبيض. أوكي. وبعد ما أدري شكو. اليوم شباب هسه دقيقة. أنا ليش جاي أرجع للألعاب القديمة؟ أنا مو لعبة ببجي موبايل شباب هي المهمة عندي. اليوم شباب مثل ما قلت لكم هذا الفيديو راح يكون كلاش أوف كلانس. راح نحاول نوع المحتوى، لأن ببجي موبايل صعبة كلش. خاصة بهذا النت، لأن النت يعني شنيع مو طبيعي. شوفوا يا شباب راح أراويكم فيديو، هاي عودان ردت أصور فيديو سولو سكواد، بس شوفوا بعينكم يعني أنا ما راح أحكي. شوف يا أخي يعني ركبت بالبقي طبعا. هنا أنا عود ردت أسلم عليكم وأقولكم شلونكم شباب وهاي، ويعني حامي ركبت بالبقي يا أخي، وردت أروح أنا على الجملون الكبالي ماشي خوش حكي خوش حكي. اجتني سيارة طايرة ضربت البقي ضربتني يا شباب، بريد افتهم هسه انا اتحرك بعد ما اقدر. باع اللاك، باع السكوب قوي انفتح يا اخي، ماكو شيء والله. شوفوا يا شباب هاي بعدي شلون طلع اللاعب، وين مختفي، شلون قتلني ما ادري. شو يسموها هاي يا شباب؟ والله مو لعب هذا، والله يا شباب مو لعب. اوكي اي وين كنا؟ اي يا شباب مثل ما تشوفون هسه، بما انه حاليا جديدين بهاي اللعبه صارنا مدري ايش قد صاحبين عليها، راح حسن يعني نفطر شوية يعني ما راح نهجم، لأن هجمة حسنها شوية ملل. شوف شكو شنو المضيوف باللعبة. أوكي وين الثكنات، هاي الثكنات ما أعرف شو اسمها. حلو شباب ضافوا هذا، طبعا أنا شايفه قبل، بس هذا شباب الجندي جديد، هذا الجندي لأول مرة أشوفه. أوكي صراحة غريب ما شايفه، هاي أول إضافة عندنا. عندك يا شباب التاون 13 هذا يعني عادي. اوكي عندك القريه الليليه، اكثر شيء احب انه يا شباب اللي هو القريه الليليه يا اخي تحسها حلوه ما ادري شلون والله. اوكي هسه يا شباب لازم نهجم، يعني لازم نشوف شكو ماكو، وين صرنا وين رحنا.
ما عندي طرق للهجوم يا اخي، بس لازم اهجم يا ولد. وينكو فيديو مال كلاش اوف كلانس ما بيه هجمه؟ كمان مين يا شباب، شنو عنوان الفيديو؟ لعبت كلاش اوف كلانس بعد 20,000 سنة؟ واو ترى العنوان حلو يا شباب. اوكي فهسه يا شباب راح نضل نفتر شنو هذا، هذا نعيد مبادئ. اوكي يا شباب راح نروح هسه شباب على القريه الليليه، عشق الاول والاخير، ادخل اوريدي ليتس جو. حلو عندنا يا شباب هنا قريه بيض شباب، سهله سهله يا ابني، حبش كلام عرفوها ذني انتم. اوكي هسه ايش راح نسوي؟ نحط ساحره الليل، نحط ساحره الليل، نحط ساحره الليل، ونجيب هذا العمو نحطه على اخر قريه، ونذب ايش اسمه جهال مالته كلهم على اخر قريه، وراح يفرخون جهال، والجهال يجهلون الجهال ويكسرون المباني. اوكي يا شباب جيجي احتراف يا اخي، محترف مو بيدي. اوكي والله شباب محترف مو بيدي. اوكي راح يمسحون القريه جيجي حلوه. اوكي والخفافيش تقترب من الساحق، والساحق تتمر، وعدنا بابا هنا ما ادري شو يسوي، جاي يصلح ما ادري يكسر. اوكي وعدنا شباب الخفافيش تدمر، لا شباب القنبله هاي البيض يا لبيك، لا 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 ليش؟ الله يا ورع يا ورع، وقت لا ترمي عليهن يا ويل، لا شباب لا لا الله لا يطيق. كفو كفو والله شباب، جبناها شو اسمه النجمه، ونجيب ال 45، نجيب ال 50 48، لا يا ويل لا شباب لا لا. طبعا احنا نفوز يا اخي، الفوز احنا اي شباب وين كنا هسه؟ راح شو اسمه نرجع نهجم مره ثانيه ويشوفون هجمه مختلفه، هجمه اسطوريه، هجمه نادره ما موجود بعدها بالوجود. اوكي مثل ما قلنا الهجمه العاديه، نحط عمو هنا ونحط الجهال مالته كذا وراهم، راح يرسبون جهال والجهال يقتلون الجهال، هذول جاي يفترون على اللوبي ولك شنو هذول الوقت ما يموتون. اوكي شباب مثل ما تشوفون يا ولي بس الخمسين، يا ولي بس الخمسين يا بي، والله صاير بوت يا شباب مو بيدي، ام سوري. وجبنا الانتصار طبعا يا شباب، ايش عبها لكم يا اخي، ما اعترف مو بيدي. اي فهسه يا شباب بعد ما جبنا الانتصار في القريه الليليه، نروح نشيك على هاي القريه البيض ونشوف شكو ماكو بيها، محتاجنا يعني محتاجين مو طبعا، انتم الثلاثه قاعدين هناك تشمسون حضره جنابكم، ماني محترق بالهجمات انيالكم. اوكي هنا شعدنا بوالين، الله يساعدكم هياك العظميه. عندنا هذا يا شباب لنا كلب الحمم، الكلب الحمم. اوكي اوكي عندنا هذا الذول البيض. اوكي فهسه يا شباب راح نهجم هجمه بيض، اقصد هجمه محترف. اي خلصوا هسه يا شباب عندنا هذا التاون البيض مثل ما تشوفونه كله بيض يا اخي، تريد لك تاون قوي ماكو والله يا شباب، هاي ايش رايك بها هاي قلعه القبيله صايره ذكي عظام الدعم مالته. انا نحط هنا ارشره تسريع هنا زائد تسريع هنا، وكلهم راح يرجعون للوبي، كلهم كلهم للوبي، على اللوبي على اللوبي ماي فريند. اوكي هذا شحط هو والتسريع مالته شباب، شنو هاي ذب التسريع، التسريع وين يروح يا معودين شباب؟ ايش فيها البوالين يا لبيك، اذا بدهم تسريع يروحون عكس التسريع. بيبي عمو وبيبي عمو هنا وشدهم هنا، هذول عدلك عاش عاش يا بي، غير اسطوره. طبعا شباب نسيت لكم في الشغله انه انا اشتريت السكن مال ملكه هاي الفايكري، طبعا السكن اسطوري جميل. هم بذكر شباب قبل سنه فتحوا رويال باس، اذا تشحن الرويال باس وتاخذ هذا السكن من الرويال باس. ف وهسه شباب بعد مرور الوقت ضافوا تقدر تحطها بجواهر، فبس احب اقول لك مبروك عليك يا شحنت الرويال باس. اوكي اوكي يا شباب شنو هاي، شنو هاي القريه وينها؟ شباب بالكم تخوفونا، عندنا هذا يا شباب التنين الكهربائي، والله يا سيدي جلدهم جلد جلد يجلدهم، ابلع يلا ابلع ابلع يا حبيبي ابلع، بس الوقت يا شباب يدمر. اوكي نحط هنا ارشر، هنا ارشر، هذا نفسها هاي نفزعها، وان شاء الله يا شباب القريه مسح ان شاء الله وبعون الله وببركه الله سوف نفوز ان شاء الله. طبعا التنين الكهربائي قوه ضاربه، ذكرني بايام زمان يا شباب من كان عندي التاون 12 ادري التاون 11 وجنبي واي الله ايام زمان يا شباب. اوكي مثل ما تشوفون يا اخي يا شباب عندنا هسه مسحنا التاون، او ماي جاد يا شباب يا اخي قلت لكم من البدايه قريه بيض مريت
والله شركة سوبر سيل احنا مو بودان، ترى اني لاعب من القرن التسعين. اي والله شباب لاعب من القرن التسعين. يلا رجعوا للوبي. اوكي اقدر رجعوا للوبي يلا. اوكي يا شباب، جي جي مثل ما تشوفون هجمة بيض حلوة، اقصد هجمة بيض جميلة. اوكي يعني عادي، تعودنا يا شباب احنا محترفين، والمحترفين ما يتفيكون هواية، يعني هذا المجاملة. اوكي هسه شباب شلون نتأكد على الحرب، نشوف شكو ماكو بالحرب. ما شاء الله فزنا، اش عبالكم يا اخي كلان. اي هسه شباب بعد ما استعرضنا هذا الاستعراض البسيط والخفيف والجميل، اقول ان كلاش اوف كلانس بعد لا حد يلعب هاللعبة البطيخ يا شباب، والله لا بتصوج، والله جاي انشرها مو برضاتي. اوكي شباب هاي اللعبة جاي انشرها، لان ببجي موبايل معاندة وياي، وكل ما اطب انسحل، كل ما اطب انكتل، فقلت لازم انوع من المحتوى، يعني كلاش رويال، كلاش اوف كلانس، العب العاب رعب، العب اي شيء. فهسه يا شباب وصلنا لهاي المقطع، ان شاء الله يكون المقطع عجبكم يا رب، واحب يعني اوجه لكم تحيه خاصه، ولا تنسونا باللايك والاشتراك اذا انت اول مره تشوف قناتي. انشر محتوى جميل ورائع، فاتمنى تشترك يا ولع، وبس بيس اوت.